على الراديو 90 هواها مصري. وزي ما تعودتوا معانا في الليل واخر كل يوم من الحد الخميس من 9 ل 11 بالليل في حصريات ما بتنتهيش عن الفن وعالم الفن. طبعا كلكم شفتوا على السوشيال ميديا وشفتوا رنا سماحه ومين عطا نازلين صوره كده في الشوارع منوره الشوارع وعلى كل مواقعهم الرسميه وكاتبين قريبا وصورتهم مع بعض. كتير خمنوا قالوا ممكن يكونوا هيعملوا دوتو, وناس تانية قالوا هيعملوا برنامج تلفزيوني. كل واحد فكر بالطريقة اللي تعجبه. فاحنا بقى بدل ما كنا ناخد تليفون ونتصل ونتكلف ونعمل بقى أفلام, قلنا أحسن نجيبهم معنا في الاستوديو. ازيك يا رنا؟ أهلا. الحمد لله. انتوا بقى معاكم المايكات, احكوا لي بقى ايه هي المفاجأة. يمينة ولا نسينا شوية. انا حاسس الناس هتتفاجئ لو قلنا دلوقتي, بس الناس خلاص زهقت من كتر ان هما مستنيين. هو الناس هيشتمونا لو قلناش دلوقتي. ما انا رأيي خلاص يعني. يلا ليديز فيرست, اتفضلي حضرتك. احنا يا جماعة, انا رنا سماحة من مصر ومين عطا من مصر. ده احنا مش مستوى كلمة دي. لازم عندنا لازم نعمل كده. احنا بنجهز برنامج على الراديو 90. ايوه. برنامج بقى فكرته ايه بقى؟ ولا كفايه كده نص المفاجاه؟ نكمل. ارجوك. طيب انا مش عارفه. البرنامج هيبقى احنا بنغني اصلا. والبرنامج كله هيبقى عن الغنى. كل اللي هيكلمنا هيغني معانا. هيبقى معانا مزيكه اغاني كتير جدا موسوعه جدا يعني. اغاني ماينس 1. ويلا بقى عايزين نسمع الاصوات بقى ونغني مع بعض. احنا كمان هنغني معاهم وهيبقى في مسابقات وهيبقى في مفاجات وهيبقى في حاجات كتير قوي. وايه تاني؟ هيبقى معانا ماينسات الاغاني طبعا. والناس هنبقى كل حلقه مختارين عدد معين من الاغاني اللي هنغنيها في الحلقه دي. والناس بتختار منها الاغاني اللي هم حابين او الاغاني اللي هم حافظينها علشان يغنوها. وبعدين بنغني مع بعض. هنغني بس. اسم البرنامج على فكره غني وبس. اسم ده هيكون من امتى لامتى يعني؟ برضو احكوا لي. هيكون يوم اربعاء وخميس. كل اربع وخميس من كل اسبوع من 8 ل 9 هنقعد ساعه نغني مع بعض بس. ده قبلي على طول. منافسين بقى وهنشتغل على نفسنا. طب انا في حاجه بقى يعني مستوقفاني دلوقتي. رنا انت كنت قدمتي في التلفزيون قبل كده. مظبوط. وبعد ستار اكاديمي. ومينا انا كنت سمعت ان انت وقريت كتير ان انت تعرض عليك برامج تلفزيون. اشمعنى اخترت الراديو؟ وليه الراديو 90؟ ايه الاسئله دي؟ انت جايبانا هنا. طب بصي انا هقول لك على حاجه. انا مبدئيا الموضوع يعني مبدئيا انا مبسوط اني هشتغل مع راديو حلو ومشهور ومسمع مع ناس زي راديو 90. وكان اول لقاء راديو ليا كان 90 من ساعه لما رجعت, فوافقت جدا طبعا. كان مع فادي. كان مع فادي ابراهيم طبعا. وكفايه طبعا طبعا دي بقى. لازم زي هنولعها بالظبط. هنولعها زي ناسي وعدك. وحبيت اشتغل في القصه لان فكره البرنامج حلوه جدا. كله عن الغنى, حاجه ريليتد بينا. هنغني مش هنعمل حاجه تانية. هنبقى موزعين وكل حاجه بس هنغني مع الناس والناس هتغني معانا. الموضوع لطيف جدا يعني. ومش هنختفي عن الناس, يبقى معاهم على طول يعني. طب انت يا رنا؟ بص يعني هو اي حد في الكارير ده بيجي له اكتر من عرض في اكتر من مكان. انا بالنسبه لي كرنا بيهمني الراحه النفسيه. بصراحه انا برتاح هنا جدا بطريقه مش طبيعيه يعني. فاول ما اتقال لي في 90 ما فكرتش. انا اصلا بحب الراديو ده قوي. وكمان بقى لما اتقال لي مينا فقلت يلا بينا جدا. ليه لا يعني؟ بالعكس يعني دي حاجه. طبعا احنا قلنا رنا وقلنا مينا. رنا ومينا ترندات بقى ايه من اللي قلبنا بيحبها. ايه هو اكبر. ما شاء الله ما شاء الله. بتشهد. فانتوا دلوقتي هتخاطبوا يعني, انتوا ليكوا فانز كتير. فانتوا هتبقوا بتخاطبوا الفانز بتوعكوا بس ولا كل الناس؟ هتلعبوها ازاي؟ نمبر 1 الفانز بتوعنا. اكيد لان هم اكتر ناس بيحبونا اكتر ناس متابعيننا ورانا وبيدعمونا ويسمعونا ويشوفونا دايما. فدي اول حاجه ليهم. عشان نتواصل مع بعض في كونتاكت بيننا. اكيد هبقى مع بعض 24 ساعه بقى كل اربعه وخميس. لا بس امينه بيقولوا ان انت ما بتقعدش كتير على السوشيال ميديا. الايه؟ ما بتقعدش كتير على السوشيال ميديا وبيشتكوا منك. انت ورانا ايه ده؟ بصي بنشتغل لان انا ممكن اقعد ولا مع الناس يعني. بصي عشان حلوه الاسئله دي حلوه. انا ممكن اقعد 24 ساعه على السوشيال ميديا بس مش هعمل بقى الاغاني ولا هشتغل على نفسي. افضلكوا بقى وشهر 2 بقى وهيبقى بنتكلم بس يعني. هيبقى الموضوع كلام بس. هم يكلموني وانا اسال عليهم وهم يسالوا بس وخلاص. خلينا نود بعض. نود بعض بس في الحاجات اللي زي مظبوط يعني. ان كل حد فينا برضو عنده حياته العمليه والعلميه والحياه. مين ماسك لرنا المايك؟ عادي جدا طبعا. انا عايزاهم كلهم ينزلوا ابلكيشن دلوقتي عشان هيشوفوكم من خلال الابلكيشن. يلا يا جماعه يلا كله ينزل. باي باي. ايوه انا. طيب
انا شايفه ايه اللي ممكن تقدميه جديد، حاجه يعني اتعمل برامج يعني بشكل او باخر ليها علاقه برضو بالماينس وكده، ايه اللي شايفاه ممكن تقدموه جديد؟ احنا الجداد. ايوه بقى. ايوه وعلى الاخر لا مؤاخذه. طيب احنا احنا الموضوع يعني الروح في صوره انتوا نزلتوها قبل طبعا ما بتقولوا بقى مفاجاه وبتشوقوا بقى في الناس والكلام الكبير ده. نزلت صوره ليكم انتوا الاثنين مع عمرو مصطفى وتامر حسين وقبلها مع عبير الانصاري، كل الناس قال لك ده ايه بقى ده دويتو هيتصور وحرمان بقى. احكولي بقى عن انتوا كتبتوا ان ليها علاقه بالمفاجاه، ايه العلاقه؟ احنا ما كناش بنكتب اي علاقات بالنسبه لنا عمل كده. كنت كاتب توابع المفاجأة. ايوه هيسمعوا الناس دلوقتي، هيسمعوا ملحن جميل، ملحن جميل وشاعر جميل برضو. طيب. تامر حسين وعمر مصطفى نجوم، ولسه في شغل كتير بينا جاي ان شاء الله. ان شاء الله. عملوا لنا حاجه جميله هنسمعها في الاخر. احنا نتشرف طبعا ان التتر بتاع البرنامج يبقى من الحان عمر مصطفى وكريم تامر حسين، حاجه مميزه جدا والناس تسمع ده دلوقتي. وعبير طبعا كانت بتختار لنا بقى اللبس بتاع عبير بقى هي المسؤوله. الصور طبعا الستايلس بتاع الفوتو سيشن اللي احنا عملناه عشان خاطر البروجرام، هي ومصور الموضوع خالد فضل طبعا. تعبوا جدا الناس معانا. بصراحه انتوا متعبين ولا ايه؟ احنا متعبين جدا. بس فهيبقى تتر حلو قوي. ما احنا هنسمعه بقى يا جماعه. استنوا واحنا مغنيين. انتوا اللي مغنيين انتوا الاثنين. احنا مغنيين. طب انتوا يعني ايه كواليس البرومو برضه؟ عايز اعرف منكم الكواليس، وانتوا يعني لما جات لكم كلمات الاغنيه او نسميها يعني هو مش برومو خالص، انا حاسس انه اغنيه. ما هي يعني عمرو مصطفى احنا عاملين على فكره، انا قبلكم عاملين لي التتر البرومو بتاع البرنامج. انا ده حبيته بقى من زمان، من زمان حسيت انه اغنيه. استنى منها، انت غنيتي ده؟ انا صوتي احنا بقى غنيش. لا بجد اسلوبه حلو قوي. يعني انا كان يعني حاسس ان هو اغنيه يعني ممكن بعض اسمعه. واحنا كنا يعني احنا كنا داخلين مبسوطين جدا، واحنا داخلين بنغني، احنا داخلين بنهزر. ولسه في مفاجآت كتير كمان مع عمرو مصطفى برده وتامر حسين. مظبوط جدا. واحمد حسين ملحن، وفي اغاني حلوه جايه. انت بقى انا لازم اعرفها على فكره قبل ما تقولها في برنامج. انا اللي اعرفها وصلنا النهارده. ايوه النهارده اول مره تشوفينه فيها يا غدير. اول واخر مره. اول واخر مره يا عم، هنشوفها بعد كل حلقه. ده بعدين على طول بره الاستوديو جوه الاستوديو. انا مبسوطه جدا، وكل اسره الراديو 90 90 مبسوطين جدا ان انتوا ضميتوا لاسرتنا. شرف لينا بجد. يعني انا بحبكم من قبل اي حاجه طبعا. انتوا عارفين الموضوع ده، ودايما ورانا وبتسمعينا وبتشوفي اخبارنا وبتكلمينا وصوتت لك في البتاع. قولي لي عايزه كام؟ كرمش لي 5 جنيه مش مهم يا عشوه. انا مبسوطه ان انتوا معانا، ويا رب على طول يعني هنبقى اسره واحده اكيد، وهنبقى منافسين. وعايزه اقول لك ان دي حاجه انا لمستها في الاذاعه من اول ما جيت، ان بحس فعلا حقيقي ان كل الكرو اللي شغال في الاذاعه يعني مين بتضحكني. ماشي، بحس فعلا ان انتوا اسره. ما حسيتش ابدا ان اسره بعضينا. اسره بعضينا، اسره كبيره واسره صغننه. انا مبسوطه ان انتوا معايا، وان اول خبر اتقال عندي طبعا حصل اي خدمه بقى. جميل واخر اي جميل. طيب ماشي، نروح نسمع مع بعض البرومو. مبسوطه ان انتوا معايا. ميرسي. الدنيا حلوة، افرح انت وغني بس، سمعنا صوتك حتى لو كان نص نص. غنوة بتويتا يلا شير فرحتك، رونا سماحة ومين عطا في صحبتك. عالفيس بتاعك انت حر الاختيار، تغني شعبي او هوس جديد قديم. غني انت بس وتقرأ خد القرار، فوقك دياب منير ولا عبد الحليم. عيش خد المايك وعيش، فين عارفان غني فين؟ شور راديو 90 90، شور راديو 90 90. من الأربع 1/4 كل أربع وخميس من الساعة 8 للساعة 9 على الهوى. غني بس مع رنا سماحة ومين عطا على الراديو 90 90.